جعفران إبراهيم النائب الأول لرئيس الجامعة للملكية المغربية للجوجيتسو. اليوم نتواجد بالقاعة الشرف بسلا حيث تنظم الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو بطولة كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2023-2024، وتندرج هذه البطولة في إطار اختتام الموسم الرياضي لهذه السنة الذي يختتم بتنظيم كأس العرش بعدما نظمت البطولة الجهوية ونظمت البطولة الوطنية. وأغتنم هذه الفرصة لكي أذكر كذلك ببعض الأنشطة التي عرفتها الجامعة الملكية المغربية أمس، حيث احتضن المغرب الجمع العام الانتخابي للاتحاد الإفريقي بحضور المدير العام للجامعة الدولية وحضور ممثل دولة الجزائر رئيس الاتحادية الجزائرية وحضور رئيس الاتحادية الجابونية للجوجيتسو، وحضور كذلك مجموعة من رؤساء الاتحادات والجامعات الدولية عن طريق تقنية الزوم. وقد تمخض عن هذا الجمع العام انتخاب السيد كريم بلق نائبا أول لرئيس الاتحاد الإفريقي، وانتخاب السيد إبراهيم الأفراني كاتبا عاما لهذا الاتحاد. كما تم خلال هذا الجمع المصادقة على تنظيم البطولة الإفريقية 2024 بمدينة مراكش بالمغرب. السلام عليكم، معكم البطل اسماعيل الزماني وكنمثل جهة عصبة الدار البيضاء 16. الحمد لله اليوم تمكنا من الفوز بالمرة الثالثة في كأس العرش على التوالي، والحمد لله المنافسة كانت قوية، ولكن الحمد لله تمكنا من الفوز، وهذا الفوز كنهدي للميمة ديالي اللي توفات لي الله يرحمها، والحمد لله على كل حال، ونتمنى من الخوت كل شيء يدعيو معاه بالرحمة. السلام عليكم، الاسم ديالي شفاغيتا، كنتمي للعصبة ديال الدار البيضاء 16 ديال رياضة الجوجيتسو، وكنتمي للجمعية الصديقي لرياضة الجوجيتسو ولا ام ام. دونك اليوم حنا كنتواجدوا في بطولة كأس العرش اللي كتنظم في مدينة سلا، دونك تحت إشراف ديال العصبة ديال رباط سلا. الحمد لله بفضل المجهودات ديال الأساتذة ديالنا وديال الأستاذ ديالنا خالد صديقي، قدرنا أننا نحرزوا على كأس العرش ونتوجوا على المرة الثالثة التوالي، وهذا هو العام الثالث اللي كنربحوا هذا الكأس، وكنديو معنا المدينة الدار البيضاء. الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. اولا نشكر الصحافه على حضورها في هذا الحفل الرياضي البهيج المتميز اللي كيمثل كاس العرش اللي هو اغلى كاس واغلى بطوله عندنا في المغرب. كل واحد فينا كيتمنى يحصل على هذا الكاس اللي كاس عظيمه عندنا. وبالنسبه للجوجيتسو اليوم في هذه البطوله هذه اللي هي بطوله كاس العرش، خدامين ثلاثه تاع الانواع اللي هو الفايتين سيستيم ديو سيستيم والنيوازا، والحمد لله ظهرت واحد الروح قتاليه عند الابطال البطلات، حيت كل شيء بغى يحصل على هذه الكاس هذه، يعني روح قتاليه شريفه. وبالنسبه للجوجيتسو الحمد لله راه غادي بخطى كبيره بالنسبه للمغرب، وهذا يدل على شيء بان السياسه الممنهجه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه للجوجيتسو اللي كيترأسها السيد كريم البلق والطاقم المديري، يعني غاديه بواحد نجاح كبير، وان شاء الله كنا نقولوا القادم افضل، وان شاء الله كي غادي يمثلوا المغرب ان شاء الله في محافل الدوله كيمثلنا ديجا ورفعنا الرايه تاعت المغرب، وهذا شرف لنا وشرف للجامعه تاعتنا باش تشرف الرياضه الوطنيه في جميع المحافل الدوليه. اليوم بالنسبه لكاس العرش لبطوله كاس العرش فهي كتمثل فروق جميع العصب، يعني كل عصبه فيها سبعه الابطال من نيوازا، سبعه الابطال الفايتين سيستيم، واربعه الابطال وجوج اربعه الابطال فيهم اناث وذكور في الديو سيستيم اللي هي التقنيه، يعني عندنا 13 في 18 في 4 30 واحد، يعني شوف والعصبه الاخرى 18 اخرى، يعني ما يفوق 40 ممارس ومشارك في هذه البطوله، حتى لعبوا بفرق، يعني هذه بطوله بدا لعبوا بها، كل عصبه كتعطينا الفريق تاعها اللي كيتبرزوا على هذا الكاش الكبيره اللي هي كاس العرش. الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، معكم انس قمريس. كندير رياضه الجوجيتسو، كنمثل مدينه الجيده والريجيونال دار البيضاء 16. حزنا على كاس العرش ديال عام 2024-2025، وكنهدي هذا الكاس هذا للعائله ديالي الكبيره والصغيره والوالدين
بالخصوص المدرب ديالي كوش ديالي فهد والتيم ديالنا فايت سبور الجديده. المباراه كانت شيقه، ربحنا لعبنا عبر الفرق، ربحنا بروميير ماتش ربحنا مراكش عصبات جهاز مراكش، وفينال طحنا مع عصبات دار رباط سلا، وكانت مقابله جيده لا باس بها الحمد لله، وشكرا على هذا الفوز. وكنهديو هذا الفوز كما قلت لكم العائله ديالي الكبيره والصغيره والوالدين، وكنهديو هذا الفوز هذا كاس العرش لصاحب الجلاله الملك ديالنا محمد السادس نصره الله. معكم مراد حيمي لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، اليوم كنا مشاركين في كاس العرش الحمد لله، وتمكنات عصبة الدار البيضاء من الفوز بالكاس الحمد لله، وكانت بطولة قاصحة اللهم بارك، مي الحمد لله قدرنا نربحو. هذا الحمد لله الثالث على التوالي كاس العرش، وباقي مازال قدام ان شاء الله. شكرا. شكرا على المشاهدة، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.